نظمت نقابة الصحفيين ولجنة المرأة بالنقابة وقفة تضامنية على سلم نقابة الصحفيين للتضامن مع نساء وأطفال فلسطين وكذلك الشعب الفلسطيني، وذلك ضمن فعاليات 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة. وتقام هذه الفعالية تحت شعار منظمات دولية بمعايير مزدوجة، أوقفوا العدوان ارفعوا الحصار، وذلك بالتوازي مع فعاليات ووقفات تضامنية في عدد من الدول العربية تحت نفس الشعار، وتزامنا مع ذكرى يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يوافق 29 من نوفمبر من كل عام. من مصر ان احنا بنتضامن مع الشعب الفلسطيني، بنطالب بوقف الحرب، بنطالب باستمرار دخول المساعدات بشكل مستمر، بنطالب بوقف المجازر الصهيونيه اللي بتحصل على الارض، ده مطالبه. وكمان احنا بنعلن صوتنا في يعني مع الشعب الفلسطيني ومع معاناته ومع حقوقه المشروعه وفي انه يبقى له دولته المستقله والدفاع عن ارضه بشكل عام ومحاكمه قاتليه ايضا. يعني كل التقدير للحكومه المصريه وللشعب المصري الاصيل الوطني الذي يقف دائما مع القضيه الفلسطينيه ويدعم الشعب الفلسطيني لاسترداد حقوقه، ويعني يتظاهر ضد بكل الطرق، يتظاهر ضد هذا الاحتلال والعدوان المستمر على غزة تحديدا، ولكن أيضا على الأراضي الأخرى من فلسطين، أراضي الضفة الغربية 67، وقهر وقمع الشعب الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب 48 و67 وغزة قطاع.